تشام ماركت شارع بلينو مع كامبل سوبر ماركت عربي، إبداعات الشباب السوري الجديد في البلد. شرفونا على تشام ماركت، رح ندخل لجوا نفرجيكم شو في عنا بضايع. كل شي موجود، من الشيبس للبطاطا للخضرة للحم، كل شي موجود، حتى بيض في عنا. لوازم تجهيزات مطبخ، عصيرات، حبوب، مكسرات، ألبان، أجبان، كل شي موجود. دالاس، تكساس، شارع بلينو، حتى في عنا كل المنتجات العطار. هاي أبو قيس أحد أهم الزبائن في المحل. كل الشركات بتنزل عنده بضائع، تازة وزياد والدرة والشرق، حتى أبو عبد الطون بينزل عنده منتجات الدرة. مشان اللي ما بيعرف يعرف، صراحة أنا بعد ما زرته كل منتجاتي باخذها من عنده، وما عندي فود ستامب الحمد لله، بدفع كاش. اللي عنده فود ستامب يجي ما بيخسر شيء أبدا. كل شيء موجود، أرخص من والمارت وأرخص من وورد فود وأرخص من سارة، كل المنتجات. والبائعة بالمحل ست محترمة محجبة من أهلنا وجماعتنا. للنساء العرب اللي موجودين اللي بيحبوا يتعاملوا مع حريم، البنت الموجودة كتير كتير ممتازة، وبتنصحكن وبتخدمكن وبتلبيكن. وأهلا وسهلا فيكن في شام ماركت عند عبد الله الخميس أبو هشام. وإذا في منتجات إضافية بتحبوا يعني يجيبها كمان، أعطونا خبر نجيب لكم كل شيء بدكم اياه. يعني اهلا وسهلا فيكم. اللي عنده اطفال كل انواع الشوكولا والكعك والكيك والاشياء اللي بيحبوها الاطفال كلها موجوده. اهلا وسهلا فيكم. في عندنا هون طم فناجين وصحون صواني ضيافه، كله شيء مرتب. كل شيء مكسرات عند ابو هشام، ما شاء الله ما عم يلحق يعبي، يعني الطلب عنده ما شاء الله تبارك الرحمن. احلى ابو هشام. معنا احد الزبائن ابو قيس. مرحبا. مرحبا. شو رايك في السوبر ماركت بالمنتجات؟ والله الحمد لله كويس، السوبر ماركت ماشي وكله في من جميعه، كل شيء موجود الحمد لله، واسعار منافسة جدا يعني مقارنة بالمحلات الثانية كل شيء موجود. لا هون يعني تقريبا اسعاره زي وول فود او ارخص حتى، ما شاء الله. وعم تجي كل فترة بتجي بتاخذ؟ انا بيجي هون ان شاء الله كل فترة، كل اسبوع اسبوعين باجي اشوف. تجي بتاخذ من عندك؟ بنعبي. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعطيك العافية. اهلين ابو قيس.